السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. قناة ديالكم، قناة ديال مشاريع أكادير. غنبداو هذا الفيديو هذا من ممر تحت أرض اليتيم وأخوه ديال تسيلة، هذا ديال الحي المحمدي مع تقاطع شارع عبد الرحيم بوحبيد، باش نشوفوا الحصة ديال طالق. اسمحوا لينا بعدا إلا ما كندير لكم شي فيديوهات منها سميتو، غير عندنا دابا شي الغرضات ما كيقولوا هنا في اكادير، شي غرضات كنقضيوهم وان شاء الله راه وقت ما سالينا راه غنبقاو نزلو للتيران، راه ما كاين ما احسن من التيران. الدليل على ذلك هو ان الفيديو البارح اللي صورت لكم من الجنبات ديال سميتو راه ضرب المشاهدات مزيان، دابا راه شي 3600 مشاهده تبارك الله. وفعلا راه ديك المنطقه راه هي اللي غيديروا فيها القاعه المغطاه الكبرى وغيديروا فيها المسبح الاولمبي، وان شاء الله راه غادي نحاولوا نصوروا واخا غير من برا ماشي مشكل. داك الكاين اللي كتمشي عندو كيقول لك لا ممنوع التصوير، وهادي ممنوع التصوير بحال غادي تصور مفاعل نووي ديال تشيرنوبيل، اش ممنوع التصوير؟ خلي عباد الله يصوروا يبينوا اسمي بحال دابا جي الطيارة واليك تيقول لك صور مع راس، ما كاين اللي يقول لك شي حاجه. بالعكس فاش كتصور كدير ليهم الاشهار للشركه ديالهم وكتبين ليهم الخدمه، وهذوك اللي كيكونوا في السيج دابا كيعرفوا فين وصلت الخدمه. بنادم دابا شي واحد دابا اللي كتلقى شي شركه اللي مراد فهمتي يقول لك لا ما تصورش هادي، واش عندك الرخصه واش هادي؟ داكشي راه المشاريع ديال الملك، هادشي راه ماشي ديال شي واحد، ديال الملك، كلشي هادشي ديال الملك هو اللي مكلف بهم. راه البارح جا هذاك سميتو هذاك الفتيت جا لهنا، هو هذاك القجع، القجع ما عنديش معاه، جاو وداروا هادشي دابا ديال اكادير ديالها سميتو ديال فين وصلت اكادير، وقال لهم الفتيت قال لهم راه خصكم ديروا سميتو جريو في الاشغال، لان اكادير راه كاينه من بين المدن اللي غادي تحتضن لا كوب دي موند ولا كوب دافريكا، اذا ها هما ها الخدمه دابا ديالها سميتو اللي كاينه هنا كيرونفورسيو هنا، يمكنها خدامين دابا على ديك البلاصه باش غيديروا الاشجار، زيد عليها لابور ديال هادشي باش خدامين دابا اليك، اذا هادو غيكونوا لي سو تريتون. هاديك دابا هاد الحجر هذا اللي جايبين، هاد الطراب هذا اللي جايبين ديال الغرس، ديال لاكادونس باش غادي اليك مختلفة على لاكادونس باش غادي جتير. السبب ما عرفتوش صراحة، ما عندي حتى شي معلومة. درجة ديال الحرارة اللي كاينة اليوم، إذا اليوم غادي تكون الحرارة، كانوا قالوا راه غادي تكون شي موجات الحرارة ولكن ما الحمد لله ما جاتش. اليوم الماكسيموم غتكون 32 درجة مئوية في مع الربعة العشية ماكسيموم، دابا كاينة 27، دابا غادي وكطلع 27 مال وحدها تولي 29، 32، 31، والربعة الماكسيموم 32، هذا هما لي بريفيزيون ديال اليوم. كان ساكتة عند اليك هنا ما كايناش هذاك الشيء، راه باين يقدر يكون ثاني دابا وقت الغداء، دابا هادي 12:38، المهم ما عندناش سميتو. وتحية للعمال اللي كيخدموا في هاد لي كونديسيون كليماتيك، راه هما اللي دائما كنرفعوا ليهم القبعة، هادو هما الأبطال الحقيقيين اللي كيخدموا البلاد. علاش دائما كنقول بان مسؤولين موالين هاد الشركات هادو يحاولوا يديروا معاهم هاك وهاك، راه هما راس المال ديال الشركات، العامل وفر ليه الحقوق ديالو، عطيه يخدم
شي حاجه خلصوا داكشي اللي خصو يتخلص. داكشي راه باين، انا شفتو داك التراب اللي دايرين هنا. التراب هذا خاص بسميتو بالمناطق الخضراء، هو هي هادي دابا الحصة ديال سميتو، هي فاش خدامين هذا الفيديو. شكرا لكم والى اللقاء. بينوا لكم دابا داك الشارع ديال، دزنا منه واحد الشارع اللي خصو يتكاد، الشارع ديال الداخله.